يرجع للجهة اليسرى إلى اللاعب ألمبا. لا وجود لوضعية تسلل وفرصة لفريق مونانا. وضعية سامحة لفريق مونانا وأول تدرج. والكرة للاعب كيكيمبي الإيفواري. قلت فريق متكتل دفاعيا ويدرج بالكرة عبر تمريرات قصيرة. والمحاولة الأخيرة بالنسبة لفريق مونانا وأول فرصة لتشكيل المدرب مونغي. وكان وجه لوجه قلب الهجوم كيكيمبي. شوفوا التمهيد الأخير في منطقة النجم الساحلي